بحلقة Property Yours اليوم رح نتعرف على كافية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قالون إلا يتابعونا، خليكن معنا. أوهانا هيلز فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة هادية مطل على ساحل الدامور، مؤلف من 85 فيلا على مساحة أرض 50,000 متر مربع، موقعه على بعد 15 دقيقة من بيروت مع أكسس سهل من الطريق العام. فيلاز دوبلكس مصممين بمودرن ديزاين، تتراوح مساحتهم بين 200 و400 متر مربع، وكل فيلا مستقلة تابعة لإلا جاردن بين 230 و550 متر مربع مع برايفت بول بالإضافة لاثنين لأربعة باركينج. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة، مول تجاري، ريستورانت، هيلث كلوب وجيم، سوبر ماركت، بول وسبورتس كورت. جيتد بروجكت بيتميز بوجود بابليك جاردن 16,000 متر مربع، كهرباء ومي 24/24 بالإضافة لمينتننس تيم. هاي اند سبيسيفيكيشنز، دبل وولز وجليزنج، يوروبيان باثرومز وكيتشنز، تجهيز سولار سيستم واي سي. موقع البروجكت قريب من اهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحيه بالمنطقه. اوهانا هيلز فيلاز مشروع اندر كونستراكشن كاشف على سي فيو ما بينحجب، كل فيلا مستقله بعيده 12 متر عن الفيلا المجاوره، والتسليم ابتداء من 2020. تسهيلات مأمنة للدفع والتقسيط، ستارتنج برايس 390,000 دولار. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع، موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتر مساحتهم بين 360 و450 متر مربع بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لوكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربعة باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولير سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلا الاندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله، اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. بلفيو 268 بناية فخمة موقعة بعوكر كاشف على فيو بيروت والبحر والجبل، والعدد المتبقي للبيع هو 2 أبارتمنتس جاهزين للسكن. دوبلكس 560 متر مربع مع 90 متر مربع تراس بالإضافة لثلاثة باركينج وكاف، وجراوند فلور 305 متر مربع مع 265 متر مربع جاردن بالإضافة لأربعة باركينج واثنين كاف. موقع البناية بشارع سكني خاص ورايق وبنفس الوقت قريب من الطريق العام. من أبرز المواصفات: باثرومز أوروبية، اي سي وشوفاج، جيبسون بورد ديزاين، دبل جليزينج، تجهيز لتشمني وهاي اند اليفيتر.
بلفيو 268 بناية بتتميز بهاي اند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار. حالياً آخر 2 أبارتمنت للبيع وجاهزين للتسليم. طرحت وزارة الإسكان السعودية فرص ب 3.5 مليار ريال أمام شركات المقاولات، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لبناء 10,000 وحدة سكنية للأسر المحتاجة بمختلف مناطق المملكة. أما الوسيلة فهي منصة بناء إلكترونية اللي تم استحداثها للتسريع بتنفيذ أهداف برنامج الإسكان التنموي. هيدا كانت حلقتنا لليوم. راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على رقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك، ومتب.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.